تم بمقر الوزراء حفل تنصيب الأستاذ منير خالد براح أميناً عاماً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلفاً الأستاذ محمد الطاهر عبادلية، هذا تحت إشراف البروفيسور شمس الدين شيتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. في وظيفتي كأمين عام في الوزارة وجدت كل العناية والاحترام من كل مسؤولي الإدارة المركزية. أقدم تحية خاصة إلى صديقي وزميلي بروفيسور عبادلية محمد طاهر، شاكرا إياه على ما قدمه لقطاع التعليم العالي ومتمنيا له مزيدا من التوفيق في مسؤولياته ومهامه النبيلة التي تنتظره بداية من الآن. أما بصفة عام أريد أن أغتنم هذه السانحة لأعبر عن مشاعري، فأنا كلي تأثر، يعني متأثر بصفة بالغة بمناسبة رجوعي إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي هو في الحقيقة قطاعي الأصلي.